هي أنا اليوم مشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية للأشعة البان أرب، مشارك فيه زملاء كتير من كافة الأخطار، طبعا في على الجامعات الفرنسية، وأنا بصفة أستاذ أشعة مقدم بحثين يهمني أقول للتوعية والتثقيف الصحي. البحث فيهم متخصص في أورام الثدي، والنصيحة لكل سيدة فوق سن الأربعين تبادر بعمل المسح الذري للثدي لتطمئن على ثديها، لأن الاكتشاف المبكر لأورام الثدي يؤدي إلى الشفاء وعدم تطور المرض وفي النهاية إلى الموت. السيدة اللي بتكتشف بدري الأورام علاجها نجاحه بنسبة تقريبا 100%، أما إذا تأخر إلى مدة أطول فدرجة التأثر تكون مرتفعة جدا. ده فيما يخص فحص الثدي. نصيحة هامة كل سيدة في جزئين فوق سن الـ40 تبادر لعمل مسح الذري للثدي. الحاجة التانية في حاجة اسمها الفحص الذاتي للثدي اللي بتعمله كل شهر بإيديها، بتتحسس الثدي بتاعها وتحت الإبط علشان لو تكتشف أي حاجة غير طبيعية تبادر إلى الطبيب المعالج للاكتشاف المبكر للثدي. يبقى جزئين، الأولاني هو الفحص الدوري الذاتي، والثاني هو فحص أشعة الثدي الماموجرافي بعد سن الـ40. الجزء الثاني بالنسبة لأورام الكبد، وده الأورام الأولية الخبيثة للكبد، كل واحد لابد أن يعمل موجات فوق صوتية وتحليل وظائف كبد للتأكد أن الكبد بتاعه طبيعي وسليم. وفي حالة وجود أي فيروسات زي بي وسي يبادر بالعلاج بتاعها، لأن الأورام بتتكون فوق الكبد المريض. عادة مفيش أورام بتحدث خبيثة في الكبد السليم. عشان كده النصيحة لكل سيدة وكل راجل والناس كلها تعمل فحص دوري موجات صوتية الكبد مع تحليل لوظائف الكبد بصورة دورية شبه سنوية أو كل سنتين، للتأكد من خلوه من الفيروسات والأورام. والسلام عليكم ورحمة الله.